ونهاية رحلتنا ومسابقتنا الدايت الناسف للدهون، الدايت الناسف للدهون مسابقتنا اللي كانت مدتها 4 أسابيع بأربع تحديات، ولكن 4 تحديات مختلفين لأنهم في فصل عظيم هو فصل الشتاء. فصل الشتاء اللي بقول لك اليوم فيه من الالتزام هيفرق معاك بشكل كبير جدا، لأن الحرق بتاعك في أعلى معدلات ليه، يعني هتخس يا معلم وانت سايب ايديك، هتخس كده لوحدك بمجرد شوية التزام هتلاقي نتيجة ولا أروع. علشان كده بقولك ال4 أسابيع اللي فاتوا خلاص، ولكن فرقوا مع ناس كتير جدا جدا. فلو انت عايز بقى تكمل معانا فاستعد يا معلم للمسابقة الجديدة. ايوه انت عايز تبقى رشيق، تبقى رشيق يعني اشترك في القناة بس كده. اسعد الله صباحكم بكل خير، صباح جديد، صباح سعيد، صباح الامل والتفاؤل اللي بيتجدد جوانا كل يوم مع اشراقة شمس يوم جديدة وصباح جديد صباح سعيد. اهلا بحضراتكم على قناتكم وعلى صفحتكم. لو نفسك تخس القناة اللي كلها تحديات، تحديات هنوصل من خلالها ان شاء الله باذن الله لحلم الرشاقة، حلم الرشاقة اللي كان بالنسبة لنا يعني حاجة بعيدة قوي، او كنا بنقول ان هو مستحيل، ولكن حققوا ناس كتير جدا، ادولنا الامل ان احنا كمان نتغير ان شاء الله باذن الله، وكتير مننا اتغير. الحقيقة المسابقة اللي فاتت دي كانت مسابقة قوية ومهمة، والمسابقات اللي جاية في الشتاء برضو قوية ومهمة. علشان كده لو انت فاتك المسابقة اللي فاتت واول مرة تشوفنا النهاردة فاستعد يا معلم للمسابقة الجديدة القوية جدا جدا، واللي هتنزل ان شاء الله وهينزل شرح النظام بتاعها ان شاء الله باذن الله بكرة ان شاء الله في الليل ان شاء الله باذن الله. علشان كده تظبط نفسك وتحضر نفسك للتحدي الجديدة. طبعا المسابقة الجديدة هتكون لمدة 3 أسابيع لغاية نهاية العام ان شاء الله بإذن الله، علشان ندي فرصة لنفسنا ان احنا مع بداية العام الجديد نكون برشاقة اكيد ان شاء الله بإذن الله. طبعا المسابقة اللي فاتت كانت مسابقة قوية وعدت على ناس كتير، ناس اللي كانوا معانا كانوا انواع. النوع الاول الناس اللي كانت خبرة واللي كانت مكملة معانا من المسابقات اللي فاتت، واللي دخلت بقت خلاص بقوا كباتن بقى وداخلين ماشيين زي القطر بيفرموا اللي قدامهم ومحدش هممهم. اللي يجي يقول لك وشك شاحب يقول له اركن يا كابتن على جنب، اللي يجي يقول له بص يا معلم انت ايه انت خسيت قوي يقول له اركن يا معلم على جنب، سيبني يا باشا انا مكمل في طريقي محدش هيوقفني يا معلم. الناس دي اللي بقى جواها قوة التغيير، اللي انت مفروض تكون زيهم ان شاء الله باذن الله، واللي هتكون في وقت من الاوقات زيهم، اللي هو مكمل ومحدش هممني ولا اكل بيهزني ولا بشاميل ولا لا بلاش بشاميل ده عشان خاطر المسابقة الجديدة هيبقى فيها حاجات حلوة كده، فخلينا بلاش البشاميل. طبعا الناس دي ناس رائعة جدا جدا لانهم عرفوا فين هدفهم وفين طريقهم ومكملين. النوع التاني من الناس هي الناس الجديدة اللي كانت اول مرة تبدأ معانا المسابقة اللي فاتت، وكانوا يعني تعرضوا طبعا لأعراض الانسحاب والجوع شوية في البداية، واللي هو دايخ وتعبان والسكر يعني حاسس ان انا هبطان والكلام ده، ولكن لم يستجيب للجسم ولم يستجيب لأعراض الانسحاب وكمل وبقى وأصبح من الناس دلوقتي اللي زي القطر اللي هيمشوا وهيفرموا كل حاجة قدامهم ومش هيهمهم أي حد أبدا في الحياة. فأهلا بيكم بقى وأهلا بأن انتوا بقيتوا خبراء إن شاء الله بإذن الله في هذا التغيير. فطبعا يعني أنا سعيد جدا بكل إنسان غير من حياته. طبعا النوع الثالث من الناس اللي هو بيبدأ أو يعني بيتواجد في البدايات، اللي هو اول ما هيعرف ان في مسابقه يقول لك ايه في مسابقه في مسابقه ويقعد بقى يهيص وبتاع، ايه يا عم انت في ايه؟ قال لك هنبدا بقى المسابقه. هنبدا من امتى؟ من يوم السبت ان شاء الله، معاكم ان شاء الله. وبعد كده تبص وراك هو راح فين الكابتن ده؟ تلاقيه قاعد في المحل عمال ياكل، انت يا عم الحاج انت رحت فين؟ يقول لك ايه ده هو كان في مسابقه اصلا نسيت. طبعا النوع ده يبقى كتير جدا للاسف الشديد، ولكن انا بنصحك يعني احنا كنا زيك والله في يوم من الايام كنا بنتدلع. عارف ليه انت بتتدلع؟ علشان انت شايف ان انت ماشي على رجليك، ان الموضوع كله شويه شكل، لكن لما اجيب لبس واسع شويه مش هيبان. في الشتاء بنلبس جواكت فيعني المواضيع بتتلم ويعني بنمشي حالك. يعني تبتدي تفكر شويه لما تتعرض لازمات صحيه، تبتدي ان انت تبقى يعني انت ريستد قوي بالموضوع، وان انت تقعد تفكر في الموضوع باهتمام زياده عن اللزوم لما تلاقي ان الموضوع ابتدى يقلب معاك صحيا بشكل كبير. احنا مش
عايزين، يعني احنا مش عايزين نوصل للوضع ده، احنا عايزين فعلا نبتدي، احنا عايزين فعلا ان احنا نتغير من البداية، مش عايزين اللي هو ايه يعني نستنى ان يحصل لنا حاجة علشان خاطر ان احنا نتغير غصب عننا. احنا لو اتغيرنا بمزاجنا والله هيفرق معانا بشكل كبير جدا. احنا كنا كلنا زي بعض، ويعني كل الانواع دي، يعني حتى الناس اللي ملتزمة دلوقتي والناس اللي ماشية زي القطر واللي بتغير من نفسها دلوقتي، الناس دي برضو كانت بتتدلع في زمان، يعني كان بيجي عليهم وقت زمان بيتدلعوا، ولكن احنا كأسرة مع بعض دلوقتي احنا بنحاول نغير من بعض، نحاول نساعد بعض، نحاول نقف جنب بعض، نحاول نشد بعض نحو الطريق الصحيح. وبالتالي الموضوع بقى اصبح بالنسبة لك هو عبارة عن قرار انت بتاخده. القرار ده لازم يكون صادق وطالع من قلبك، مش مجرد ان انا هبدأ معاك وبعد كده تختفي. علشان كده بقولك لو انت شايفنا النهاردة ولو انت ناوي ان شاء الله تبدأ معانا المسابقة من يوم السبت اللي جاي، فركز معانا قوي قوي قوي، وحاول ان انت تفعل الجرس علشان خاطر يوصلك اشعارات بالفيديو بتاع المسابقة الجديدة، ويعني تبقى يعني ايه كل شوية بص كده علينا علشان خاطر تشوف المسابقة الجديدة. ولو انت ما حملتش تطبيق لو نفسك تخس، ادخل حمل تطبيق لو نفسك تخس من جوجل بلاي، او لو انت معاك تليفون ايفون حاول تدخل على الموقع وتتابعه باستمرار علشان خاطر يبقى انت شايف الدنيا عاملة ازاي. علشان كده بقول للنوع الثالث من الناس اللي هو بيكون موجود في البدايات لكن ما بيستمرش، حاول ان انت يعني تخليك معانا، هتتشجع والله. النوع الرابع من الناس اللي هو بيبتدي بالفعل وبيلتزم اول يوم وتاني يوم، ومع تالت يوم بيخلع. مع تالت يوم يقول لك اصل انا مش قادر اكمل، اصل انا حاسس ان انا مش هتغير، اصل انا حاسس، ويقعد يقول لك انا حاسس. يا عم تكمل يا ريس، كمل يا حبيبي ما تقلقش، والله كلنا كنا حاسين ان احنا يعني ممكن نفشل، يعني احساس طبيعي جدا لاي حد. انا الحقيقه كان عندي يقين بالله ان انا هتغير، يعني مع بدايه التغيير انا كان عندي يقين بالله ان انا هتغير، مش خلاص لا رجع. وهو ده اللي انا عايزك يبقى عندك وجواك وتكون مؤمن بيه، ان انت يبقى عندك قناعه من جواك ان انت ان شاء الله باذن الله هتتغير، ومش هيفرق معاك اي حد في الحياه ولا حد هيقف قصادك غير التعب والموت بس. وطبعا لو شاء ربنا بقى ان انت ما تكملش، لكن طالما انت بتعمل حاجه حلوه لنفسك ربنا هيعينك بشكل كبير جدا وهيقف معاك، وهتلاقي الدنيا بتتظبط معاك بشكل كبير جدا جدا. النوع بقى اللي هو بيدخل يعني ايه يبتدي معانا شويه ويلاقي المسابقه، وبعد كده يلاقي مسابقه بقى ايه نزلت في مكان تاني او نظام نزل في مكان تاني ايا كان المكان التاني يعني خلاص، ويلاقي بقى ايه يعني عناوين بقى جذابه جدا، هتخس 5 كيلو في اسبوع، هتخس 10 كيلو في اسبوع، تلاقيه راح سايب النظام ده ورايح على النظام التاني، يبص يلاقي ان هو مفيش نظام تقريبا، وتلاقي ان هو بيبوظ من جسمه. وطبعا انا بقول ليه، لان في كتير للاسف الشديد من الناس بتنزل أنظمة مش صحية تماما، يعني بتكون عبارة عن حاجات بتنزل المية اللي في الجسم، وطبعا انتوا شايفين ده والناس اللي فاهمة تغذية عارفة ده كويس جدا، ان معدل النزول الكبير جدا في الوقت القليل ده بيكون تقريبا كتير منه او 90% بيكون مية. الناس بتفرح بالنزول على الميزان، ولكن في المقابل بتلاقي بقى ان انت جسمك انهار، تلاقي نفسك ما بتكملش، تلاقي ان انت بمجرد شربت شوية مية تاني خلاص وزنك زاد تاني بسرعة جدا، وتلاقي نفسك ان انت حتى مش عارف ترجع تاني تكمل معانا، ودي بتكون مشكلة كبيرة جدا، ان انت ضيعت وقتك، ان انت عطلت نفسك. علشان كده نصيحتي للناس اللي هي بتقعد تتنقل بقى من مكان لمكان 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 وهكذا، واللي هيكون ليهم حلقة مخصصة ان شاء الله بإذن الله، حاول ان انت تركز في مكان يكون فيه نظام غذائي صحي. مش بقول لك عندنا، مش شرط عندنا والله، ولكن حاول تركز في مكان يكون فيه نظام غذائي صحي، امشي عليه، شوف التعليمات بتاعته، نفذها بالحرف، هتخس. لكن ما يعني ما تقعدش تجري ورا العناوين الكذابه اللي ممكن تلاقي نفسك في النهايه ما بتوصلش. طبعا بقى النوع الاخير من الناس اللي هو بيكون واقف بيتفرج على الفيديوهات ومتابع وعمال يقول ايه، كل ما يشوف كلمه لو نفسك تخس يقول لك اه والله نفسي، اه والله نفسي، طب يلا يا عم الحاج، اه والله نفسي، اه والله نفسي، يا عم لا يلا طيب انجز يعني، اه والله نفسي، يا عم خلاص خلاص زهقت يا عم، ما تنجز ابدا. فالنوع ده من الناس اللي هو يقعد ايه يتمنى ولكن ما بيتحركش، بيتمنى ان هو يتغير لكن ما بياخدش خطوه، حتى ما بيفكرش ان هو يبدا،
بياكل عادي الاكل بتاعه وعايش في حياته. طبعا يعني كل الانواع من الناس دي ده يعني ده معشر المقلبضين جميعا، يعني كلنا عارفين بعض وفاهمين بعض كويس. يمكن انت بتسأل نفسك هو الراجل ده عرفنا ازاي كده، لاني انا واحد من معشر المقلبضين، لان انا كنت زيك بالظبط، او انا ليا عندي نفس الاحساس بتاعك ومريت بنفس التجارب بتاعتك ونفس كل شيء بيدور في دماغك. علشان كده نصيحة لكل الناس بجد والله، المسابقة اللي جاية هتفرق معاك بشكل كبير جدا. التزم، لاني الشتاء ده حاجة عظيمة جدا جدا جدا. فصل الشتاء ده يعني خس فيه ناس كتير قوي، يعني استاذ محمد ازمازي، حسام الجمل، ناس كتير، يعني كل الناس اللي خست ما شاء الله فوق 50 و60 كيلو كان معظم نزولهم كان في فصل الشتاء. حتى لو انت وزنك مهما كان صغير او كبير، فصل الشتاء هيفرق معاك بشكل كبير جدا، فما تضيعش الفرصة دي ارجوك يعني. وفي النهاية طبعا المسابقة الجديدة بتاعتنا هتكون مسابقة مختلفة ان شاء الله بإذن الله، هيكون فيها شوية دلع كده وشوية حاجات حلوة ان شاء الله بإذن الله. علشان كده حاولوا ان انتوا تلتزموا، وطبعا عاملين حساب الشتاء وعاملين حساب برد الشتاء وعاملين حساب ان انت تقدر ان انت تغير حياتك يعني في الشتاء ان شاء الله بإذن الله من خلال هذه التحديات. المسابقة اللي جاية هتكون 3 تحديات امسك فيهم بايدك واسنانك، واوعى يفوتوا منك، علشان خاطر لو ضاعت منك الفرصة دي بتضيع على نفسك 3 اسابيع من التغيير اللي هيكون كبير جدا جدا، واللي هتحقق من خلاله نتيجة رائعة ان شاء الله بإذن الله. واسأل الناس اللي فاتت. طبعا عايز اشوف بقى في الكومنتات الناس اللي خست معانا خست قد ايه، احكي لنا تجربتكم في الكومنتات عشان تفرحونا وتشجعوا الناس اللي هتبدأ معانا ان شاء الله بإذن الله. ما تنساش لو انت لسه ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة علشان يوصلك اشعار بالتحديات اللي بتنزل تقريبا كل اسبوع، في تحدي والتحدي الكامل بينزل ان شاء الله بكرة بإذن الله، تحدي جديد، وكمان بينزل رسالة تشجيعية يومية ان شاء الله بإذن الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باي باي. وانت ملتزم هو مكسب كبير جدا. اوعى اوعى تا 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 تو 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 تي 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 تي. ونهاية رحلتنا ومسابقتنا الدايت الناسف للدهون، الدايت الناسف للدهون. تست تست. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.